مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس يشدد على أهمية أن نسعى دائما كأخوة وأخوات إلى أن نجعل من حياتنا عطية للآخرين. الأردن يدين دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى كنيسة موقع الإيلونة في القدس المحتلة. من بولندا، الكاردينال بيتسبالا يشدد على ضرورة أن تكون مدينة القدس صورة لحضور الله، وحال عودته للأردن يتوجه إلى بلدة سماكية. قمة عالمية لقادة ورموز الأديان من أجل المناخ، وكنيسة الأردن حاضرة هناك. وفيها أيضاً حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. وفي هذه النشرة تقارير إخبارية من الأردن وفلسطين. من العناوين إلى التفاصيل، استقبل قداسة البابا فرانسيس في القصر الرسولي بالفاتيكان مجموعة من متطوعين وأشخاص بلا مأوى، وللمناسبة وجه البابا كلمة شكرهم فيها على زيارتهم، وعبر عن سروره للقائهم، مشيرا إلى أنهم يلتقون عادة في مقر أبرشية فيينا. وسلط الأب الأقدس الضوء في كلمته على أننا نحتاج إلى بعضنا البعض، وأننا مدعوون إلى أن نغني بعضنا البعض، وذكر في الوقت نفسه بأن ذلك لا يكون فقط من خلال هبات مادية، إنما أيضا من خلال ابتسامة وعلامة صداقة ونظرة أخوية وإصغاء حقيقي وخدمة مجانية. متوقفا في هذا الصدد عندما جاء في مرسوم الدعوة إلى يوبيل 2025، وأشار قداسة البابا فرانسيس إلى أهمية أن نفعل ما قاله لنا الرب، أي أن نحب بعضنا بعضا كما أحبنا. وتابع كلمته قائلا: لنشكر الله على عطية محبته، وأشار إلى أن كل واحد منا فريد في عيني الله، لذلك لا ينسان أبدا. وشدد قداسة البابا فرانسيس في ختام كلمته على أهمية أن نسعى دائما كأخوة وأخوات إلى أن نجعل من حياتنا عطية للآخرين. وإلى الأوضاع الأمنية في القدس، حيث يعبث جيش الاحتلال في العديد من ممتلكات الكنائس، فقد أدان الأردن دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى كنيسة في موقع الأيلونة في القدس المحتلة، واعتقال 2 من موظفي القنصلية العامة الفرنسية المكلفين بتأمين الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي جون ويل بارو. واعتبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاء أن ما قامت به قوات الاحتلال هي خطوة تعكس إصرار إسرائيل على استمرار ممارستها التي تنتهك الوضع التاريخي والقانون القائم في القدس المحتلة، مشددا بأنه لا سيادة لإسرائيل عليها. وأكد القضاء رفض الأردن المطلق لجميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير هوية وطابع القدس الشرقية بما فيها البلدة القديمة، وتغيير الوضع التاريخي والقانون القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. كما أكد وقوف الأردن إلى جانب فرنسا ضد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي. وإلى مدينة لبلن، وصل بطريرك القدس اللاتين الكاردينال بير باتيسيا باتسابالا، حيث ألقى كلمة أمام المشاركين في مؤتمر دولي عقد في جامعة يوحنا بولس الثاني الكاثوليكية في بولندا تحت عنوان اسألوا السلام لأورشليم، حيث شدد على ضرورة أن تكون العلاقة بين سكان الأرض المقدسة صورة لحضور الله وللعلاقة معه. اللقاء الذي عقد من 5 وحتى 7 من تشرين الثاني الحالي شهد مشاركة لاهوتيين وباحثين بيبلي من مختلف أنحاء العالم، وذلك بمبادرة من مركز إبراهام هيشل وبالتعاون مع معهد الدراسات البيبلية. ومن أبرز الشخصيات التي دعيت إلى المؤتمر الحاخام الأرجنتيني أبراهام سكوركا، فضلاً عن البطريرك باتسبالا الذي سبق أن منحته الجامعة البولندية دكتورة فخرية. وختم بطريرك القدس اللاتين مداخلته أمام المشاركين في المؤتمر داعياً جميع الحاضرين إلى الصلاة، مشدداً على ضرورة أن يكون كل واحد منا مثالاً صغيراً، وقال إنه يعلم مدى محدودية الإنسان، لكن على الرغم من ذلك لابد أن نتذكر دوماً ما هي شهادتنا كسكان لمدينة القدس. استقبلت رعية القديس ميخائيل اللاتين في بلدة سماكية شمال محافظة الكرك الجنوبية مساء الخميس غبطة البطريرك الكاردينال بير باتيسيا باتسابالا بطريرك القدس اللاتين، مع بدء زيارته الرعوية إليها،
والتي تخللها برنامج حافل من اللقاءات والزيارات الرعوية، منها الرسمية على مدار 4 أيام أقامها في الرعية. وكان في استقبال غبطته كاهن الرعية الأب خالد جمه، والكهنة والرهبان والراهبات من البطريركية اللاتينية ومن الكنائس الرسولية المتواجدة في محافظة الكرك، وجمع الفعاليات الرعوية ورئيس مجلس عشيرة الحجازين ورئيس بلدية شيحان الكبرى الشيخ منير المجالي ومدراء الأجهزة الأمنية والحكومية وعدد كبير من أبناء السماكية من عشيرتي الحجازين والعكشة. خلال زيارته التقى غبطته بفعاليات الرعية وبمدراء مدارس وروضات البطريركية ومدراء المدارس الحكومية في بلدة السماكية والمعلمين والمعلمات ورئيس المركز الصحي والكادر التمريضي، كما قام بزيارة عددا من المرضى في البيوت. وتوجه غبطته بصحبة الكهنة وممثلي عشائر السماكية إلى العديد من الدوائر الحكومية وديوان عشيرة المجالي الذين أكدوا على أواصر المحبة والعلاقة التاريخية بين العشيرتين. وكذلك التقى عدة مدراء ومسؤولين في لواء القصر، كما قام غبطته بزيارة للكنائس الشقيقة في بلدة حمود المجاورة لبلدة السماكية، والتقى هناك كهنة الروم الأرثوذكس والروم الملكيين الكاثوليك وزار كنائسهم. وترأس غبطته العديد من القداديس من بينها قداس منحي سري المناولة الأولى والتثبيت. وفي اليوم الأخير أقامت رعية القديس ميخائيل مأدبة غذاء ممثلة بالأب خالد جمه على شرف هذه الزيارة، وحضور معالي السيد قفطان المجالي وزير الداخلية الأسبق والنائب هيثم زيدين ورؤساء الأجهزة الحكومية والأمنية، حيث ألبس معالي قفطان المجالي غبطته عباءة الكرك، وختم زيارته بالصلاة والدعاء لرب المجد يسوع المسيح أن يعم السلام في ربوع الأراضي المقدسة، ووعد المؤمنين في السماكية بأن يحملهم في صلاته. انطلقت في أذربيجان القمة العالمية لقادة الأديان تحت شعار من أجل كوكب أخضر، بمشاركة قادة ورموز الأديان حول العالم مجتمعين من أجل المناخ، وذلك في إطار استضافة الدورة 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ. ويشارك في القمة التي نظمتها إدارة مسلمي القوقاز بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين ورئاسة مؤتمر الأطراف واللجنة الحكومية للمؤسسات الدينية بأذربيجان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أكثر من 300 ممثل حكومي حول العالم وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة ورؤساء المنظمات الدولية والشخصيات الدينية العالمية البارزة. وقد شارك من الأردن الأب نبيل حداد مدير مركز التعايش الديني في عمان. وتهدف القمة العالمية لقادة ورموز الأديان إلى تعزيز الدور المحوري الذي تقوم به الأديان ضمن الجهود العالمية الرامية إلى معالجة قضايا تغيير المناخ، وإبراز الموقف الموحد لقادة الأديان العالمية والتقليدية الذين يجمعهم رفض الحروب والدمار البيئي والعمل المشترك من أجل حل النزاعات سلمياً، وتوفير منصة للحوار بين الخبراء والعلماء والأكاديميين والزعماء السياسيين والدينيين وممثلي المنظمات الدينية والعامة والدولية حول التحديات الملحة التي تهدد العالم الحديث، مع التركيز بشكل خاص على الحروب والأزمات البيئية، بغية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة تغيير المناخ وتوجيه نداء عالمي مشترك للحد من الكوارث البيئية وحفظ السلام العالمي، ما من شأنه التوصل إلى رؤية مشتركة تدعو إلى وقف العنف والحد من التسلح وحماية كوكب الأرض من التهديدات البيئية. سيراً على نهج الكنيسة في حفظ أبنائها بالإيمان، احتفلت الكنيسة الأسقفية العربية الإنجيلية بخدمة التثبيت، وذلك في كنيسة الفادي بجبل عمان، حيث ترأس خدمة الشركة المقدسة نيافة رئيس الأساقفة المطران حسام نعوم جزيل الاحترام ومعاونة الأرشديكن القس فائق حداد، بحضور فاعل من خدام الكنيسة وجمع من المؤمنين من أبناء الرعية في الأردن. والجدير بالذكر أن خدمة التثبيت هي إعلان انضمام الفردي لعضوية الكنيسة الأسقفية، إذ يتعهد العضو الجديد أمام الأسقف والراعي والحضور جميعاً بالتعمق في دراسة كلمة الله وعيش حياة الصلاة المنتظمة. وفي سياق متصل وفي أجواء من الخشوع وعظمة الاحتفال بالقداس الإلهي، ترأس قدس الأب الدكتور جهاد شويحات القائم بأعمال النائب البطريركي للاتين في الأردن القداس الإلهي لمنح سري التثبيت والمناولة الأولى لطلاب مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات، وذلك في كنيسة العذراء النصرية بالصوفية
بمشاركة كاهن الرعية الأب الدكتور حنا كلداني والأب الدكتور فراس نصروين والأب بشير بدر والأب باولو سيبش والأب حكمة حدادين، وبحضور الأخوات الراهبات وعددا من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية في المدرسة وجمع غفيرا من أهالي الطلبة. وإلى مهدي يسوع المسيح إلى مدينة الميلاد ببيت لحم، ننتقل وإياكم إلى قاعة مؤسسة العمل الكاثوليكي في المدينة، حيث استقبلت شبيبة مار فرانسيس لقاء روحيا مثمرا عده وقدمه الأب رامز طوال، فإلى هناك. أقامت شبيبة ماري فرانسيس لقاءا روحانيا في قاعة مؤسسة العمل الكاثوليكي في بيت لحم، حملت عنوان الله يخاطبني بالمزامير، قدمها الأب رامز طوال المرشد الروحي لشبيبة الجليل، وبحضور الأخت أنا سلوى المرشدة الروحية للشبيبة، والشماس نور الفرنسيسكاني والراهبات والشبيبة من بيت لحم وبيت سحور. ابتدأ اللقاء بصلاة وبكلمة ترحيبية بالأب طوال من قبل الأخت أنا التي حثت على إقامة هذه اللقاءات الثمينة، وخصوصا بهذه الأوقات التي تمر فيها المنطقة. الله يخاطبني بالمزامير، هذا العنوان الذي اتخذ مكانة كبيرة في روح الشبيبة، والذي أكد عليه الأب رامز الذي قدم شرحا كاملا عن المزامير وكيفية العيش بكلام الإنجيل والسير على نهج القديسين. الشبيبة هي حاضر ومستقبل الكنيسة بأبرشيتنا العزيزة بكل مكان، بالأردن، بالأرض المقدسة، بكل مكان. رسالتي ودعوتي لكل شاب ولكل صبية إنكم تكونوا الملح بداخل الكنيسة، تكونوا الأشخاص المفعلين وعاملين الفعاليات والبرامج، تكونوا الأشخاص كيف ما دائما بيحكي لنا سيدنا البطرك، تكونوا الأشخاص اللي بتضلكم تخبطوا على البواب حتى نفتح البواب ونكون إيد بإيد مع بعض حتى نقدر نعمل إشي جديد لمصلحة رعيتنا، لمصلحة أبرشيتنا، لمصلحة الكنيسة. الشباب والصبايا بهاي الأوقات، الأوقات الصعبة اللي منعيشها، الحرب والأزمات الاقتصادية وغيرها من التفككات الموجودة حوالينا، احنا بحاجة لمكان يحوينا يحتوينا، بحاجة لأشخاص يمشوا معنا المشوار، وبحاجة أكثر نعبر عن إيماننا المسيحي بطريقة فعالة وحقيقية. فبتمنى على كل شاب وصبية يكون عنده شوية جرأة ويرجع على الدير، ما يكونش برا الدير ويحكي على الدير، يكون من جوا الدير، يكون هو سبب التغيير. بتعرفوا ممكن بسهولة ننتقد، ولكن بصعوبة نقدر نتجرأ ونرجع على الدير، نرجع على الكنيسة ونحكي يلا إيد بإيد نشتغل مع بعض من أجل خير الكنيسة. فكم نحن بحاجة لسماع كلام الإنجيل المقدس والعيش به وفهم معاني المزامير. الكنيسة بالنسبة للشباب هي بيتهم الثاني. لازم بحب أوجه رسالتي لكل شاب وصبية الموجودين في أبرشيتنا، سواء كانوا بفلسطين وفي منطقة الجليل وكمان في الأردن وكل محل موجود في اللي تابع لأبرشيتنا، اتذكروا إنها الكنيسة هي بيتكم الثاني، هي بتستقبلكم في كل مراحل حياتكم وبكل لحظة حياتكم. أنتم مش لحالكم في عالم اليوم، اليوم في لنا ملجأ وإلنا مسكن، إلنا حماية وإلنا مكان اللي نجتمع فيه لنتغذى فيه روحياً اجتماعياً ومسيحياً. كما تخلل اللقاء صلاة وتراتيل ونقاشات متبادلة وأنشطة بشكل مجموعات، وفي نهاية اللقاء قدم للأب رامز درع شكر على هذا اللقاء الروحاني المليء بالمعاني الروحية، كما تم أخذ صور تذكارية شاكرين الله على هذه اللقاءات التي تحمل في طياتها معان كبيرة في روح الشبيبة. للنرسات مارلين الحدوى من قاعة مؤسسة العمل الكاثوليكي بيت لحم. من محافظة إربد شمال الأردن، حيث المدرسة الأسقفية العربية تعد وتعلم ذوي الإعاقة البصرية والمكفوفين لأجل تعليم دامج. التفاصيل في التقرير التالي. تقرير اليوم هو تقرير مميز لأنه أبطال مميزين بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. أبطالنا هم ديما وأحمد، هم طلاب من صفوف مختلفة
وبيمثلوا زملائهم سواء كانوا كبار وصغار بمدرسة الأسقفية العربية بمحافظة إربد. هالمدرسة اللي فعلاً من سنة تأسيسها من عام 2003 لغاية اليوم، وهي بتدعم وبتهتم وبتساند كل طالب من ذوي الإعاقة البصرية. تقريري مختلف شوي مثل ما حكيت لكم، أنا ما رح أحكي فيه أي كلمة بصوتي، رح أخلي الطلاب هم اللي يحكوا ويوصلوا رسالتهم لكل العالم. متابعة شيقة بتمنى لكم إياها، فخليكم معنا. أنا هون كنت بالمدرسة 4 سنين من صف السادس. كنت بحياتي كلها دخلت على 3 مدارس، 2 مش دامجات للمكفوفين، وواحدة اللي هي الأسقفية دامجة. الحين أنا عندي خبرات كثير، بس الخبرات في فرق كثير بيناتهم، راح أقارن بيناتهم. الحين المدرسة الأسقفية العربية كثير دامجة ومتعاونة مع المكفوفين، ولها طرق عدة تساعدهم، من طرق البريل لتعليمهم من الروضة بالخلية، لنوصل لنعمل بالكمبيوترز واللوح والقلم ونروح وين مكان معانا، وبعدين كمان على البركينز وطابعات وهيك نقدر نتعلم معاهم. تعلمنا بكتير أجهزة وبتوفر لنا إياهن بسهولة. وبس بالمدارس الثانيين أنا كنت هناك استماعية، فلما أنا يقولوا لي أقرأ أو أعمل أي أشياء ثانية ما رح أقدر أنا أشوفه. هم ما كانوا يعرفوا كيف بدهم يتعاملوا مع المكفوفين، كيف بدهم يشتغلوا، وكيف إنه ما رح أقدر أشوف الخط الصغير عشان أنتوا تقولوا لي إنه تعالي اقرأي أو اكتبي أو شاركي باللوح، فما قدروا يعاملوني. فأنا بس كنت زينة بزاوية الصف، وكان كثير صعب علي أنا أتعامل وأكون عندي أصدقاء ثانيين. عادة طالب ذوي الإعاقة في مراكز للتنمية تابعة وهي بتعنى فيهم. هدول المراكز اللي تابعة لوزارة التنمية بتعمل شراكة مع مدارس قريبة منها، إنه يا ريت عندنا طالب عنده ذوي إعاقة تاخذولنا إياه عندكم بالمكان لحتى بس هيك تدمجوه مع الطلاب، لكن لا يقدم له أي خدمة. فهذا بنسميه دمج مكاني. دمج اجتماعي، نفس هاي المراكز التربوية، ممكن مراكز التربية الخاصة ممكن إنها هي تروح عليهم تقول لهم لهالمدارس القريبة منها عندكم عيد ميلاد، عندكم نشاط، عندكم احتفال بعيد الاستقلال، خلينا ندمج طلابنا معكم اجتماعياً بهاي البرامج. كمان هذا حلو وجميل وبنعطيه دور، لكن إحنا مش هذا اللي بدنا إياه. إحنا بدنا التعليم الدامج الشامل الكلي الذي تطبقه المدرسة الأسقفية العربية. الطالب الكفيف من ما يدخل المدرسة من الحصة الأولى للجدول الدراسي كامل هو مع أصدقائه بالصف، بحصص الرياضيات، العربي، العلوم، برنامج دراسي كامل، مواد الفن، الرياضة، الموسيقى، كل الأنشطة، البرامج، أنشطة الصفية واللا صفية، المنهجية سواء بالمدرسة أو لا منهجية، خارج المجتمع، بيطلعوا بيشاركوا بمسابقات، بيطلعوا بيشاركوا بألعاب وكورال، وبيوقفوا قدام الناس وبيحكوا بكل طلاقة وبكل استقلالية. فإحنا التعليم اللي يميز الأسقفية هو شامل وليس جزئي بمواد معينة أو بأيام معينة أو لمواد دراسية معينة، لا، هو كامل، برنامج دراسي كامل، ويبدأ من رياض الأطفال، وحتى منبلش كمان بالإيرلي إنتجريشن عمر 2 و8 شهور حتى الصف 12. بالمدرسة الأسقفية العربية بالمدرسة أبداً ما بواجه مشكلات، الحمد لله ما عندي أي مشكلة أو أشياء صعبة أم بمر فيها ولا بالبيت. هسه بدي أحكي عن المعلمات، الحمد لله كويسات كثير معي، وأنا كثير برتاح، الحمد لله مرتاح، وهم الحمد لله كثير بيحبوني كويسين معي وأبداً ما بيعثوا علي. زملائي تعاملوا معي بحب واحترام، يعني بيعاملوني تمام التمام، يعني ابدا ما بيعاملوني بعنف او انه بغلطوا علي او هيك، يعني بيعاملوني كأني واحد منهم فيهم. تحدي كبير كان يواجهنا هو فعلا ثقافة العيب اللي انا هلا حكيت عنها، لانه مش كل الناس
بتعرف انه ذوي الاعاقه البصريه او ذوي اعاقه اذا عنده سمعيه او حركيه هو عقليا منتلي ما عنده اي مشاكل. احنا للاسف ما زلنا في المجتمع ننظر الى الاعاقه على انها اعاقه عقليه، وكيف انا ابني بده يكون معه بالصف طالب ذوي اعاقه بصريه، لانه مش قادر يميز انه هي اعاقه جسديه وليست عقليه وممكن ياثر عليه. هذا يعني انا بنعذره لانه ما توعينا بالمجتمع بالضبط لعمليه الاعاقه وانواعها واسبابها. لكن احنا نشكر الله قدرنا من خلال محاضرات التوعويه ما هو التعليم الدامج، من المستفيد من التعليم الدامج، مزايا التعليم الدامج، كيف نحقق التعليم الدامج، ان نجيب على هذه الاسئله من خلال لقاءاتنا المتعدده اللي كنا احنا نمشي فيها مع الاهل. ايضا تحديات كبيره انه في خوف وعاطفه شديده عند الامهات اللي عندها طفل ذوي اعاقه، فكانت مشكلتنا كيف انها هذه الام تتعامل مع ابنها داخل البيت، كيف نهيئه ليدخل على المدرسه وهو جاهز لحتى يكون هو يندمج مع طلاب زملائه بالصف. فكنا نبلش مع الطلاب بعمر 2 و8 شهور، وما زلنا نبدا مع الطلاب بعمر 2 و8 شهور حتى نأسسه بأهم المهارات الأساسية اللي هو بحاجتها قبل ما يدخل المدرسة. أنا شاركت بمسابقات عدة، مثلا قصص، كتابة قصص بالعربي وكتابة قصص بالإنجليزي، لكن أنا فزت المركز الأول على المحافظة بمعدل 100% بكتابة قصة قصيرة بالإنجليزي عنوانها كان My Mother، و فزت الحمد لله رب العالمين، وما كان في صعوبات لما كنا ننتقل وهيك أشياء. دائما الكنيسة تبحث عن خدمة اجتماعية تقدمها للمجتمع. دورنا كدور عبادة ليس فقط مقتصر على الصلوات والخدمات الأحادية أو البزارات أو الأنشطة الدينية المختلفة ومدارس الأحد، أيضا يجب أن يكون لنا خدمة اجتماعية نترك منها أثر في المجتمع. بحثنا عن الاحتياج وما هو الاحتياج في مجتمع إربد لخدمة ذوي الإعاقة. وجدنا أن الطالب اللي عنده إعاقة حركية في هناك مراكز عديدة تعنى بتعليمه، أيضا الطالب اللي عنده إعاقة سمعية مراكز عديدة تعنى بتعليمه، ولكن الطالب الكفيف حتى يتعلم لا يوجد أمامه أي خيار سوى أن ينتظر حتى يصبح عمره 6 سنوات ويدخل مدارس حكومية ويبقى فقط مستمع، أو أهله بدهم يودوه على عمان للمدرسة الوحيدة في المملكة الأردنية الهاشمية لتعليم المكفوفين، وهي مدرسة فقط للمكفوفين. فهون قلنا هذا هو الاحتياج، وهذا اللي لازم ككنيسة أسقفية يكون لنا أثر في مجتمع إربد وفي محافظة إربد. بلشنا ب 13 طالب، إحنا هلا 275 طالب. كنا 3 طلاب مكفوفين، إحنا هلا عنا 28 طالب كفيف. كنا طالب واحد ضعيف بصر، هلا إحنا عنا 2 ضعفاء بصر. كان عنا معلمة كفيفة، هلا عنا 8 معلمات كفيفات. والإنجاز الرائع واللي إحنا بنفتخر فيه إنه من هدول المعلمات الكفيفات هم صبايا طالبات دخلوا على المدرسة كانوا عمرهم 3 سنوات وتعلموا بالمدرسة وكملوا تعليمهم الجامعي ورجعوا لعنا كأنهم معلمات زملاء لإلنا في العمل. فإحنا هذا إنجاز كبير نفتخر فيه بالأسقفية مع طلابنا، وكلنا فخر باللي بنقدمه مع الطلاب في الأسقفية العربية. الطموح ما بيختصر على الإنسان المعافى، الطموح هو حق لكل إنسان إنه يحلم ويتمنى ويخطط شو بده يصير لما يكبر، وهذا بعزم وإرادة أكيد. لكن مثل عزم والثقة اللي بيحكوا فيها ديما وأحمد عيني ما شافت. طموحي بالحياة كثير أشياء، أهداف لإلي بدي أسويها، منها بدي أصير أوثر لأني بحب أكتب، وكمان خيالي كثير واسع، هذا مش كلامي، هذا كلام ناس غيري، ومع وظيفة جنبها، وكمان بحط impressions على السوسايتي اللي احنا فياته، لأنه في كثير أشياء خاطئة واعتقادات ما بتناسب نوعية من الناس منهم أنا، فبحاول إنه أغير وأعمل رسالة وأنشر كمان رسالة الأسقفية لما أكبر. أنا طموحاتي بالحياة كثار، بس في حاط شغلات ببالي
ومنها الشريعة أنا أثبتها خلط وإني أكون قاضي. والمجتمع المحيط كمان عليه مسؤولية تجاه ذوي الإعاقة، ولهيك حبوا يوجهوا رسالة لمجتمعهم. أبدأ أقول شكراً لتعاونكم وشكراً لتفاهمكم معنا، واستمروا بنشر الرسالة للمجتمع لأنه هذا إشي كثير بيساعد كثير ناس زيي. الحين بدي كمان أرسل رسالة للمجتمع. الحين كان مكفوف، أنا عندي حواس ومواصلات أساعد حالي، فقبل ما تساعدني أو تعرف أنه أنا بدي مساعدة اسأل. كمدرسة أسقفية نحلم بأنه طالبنا مخرجاتنا التعليمية اللي إحنا منطلعها للمجتمع إنها ما تلاقي عثرات أمامها. نفتح لهم أبوابنا، نستقبلهم بكل محبة. المادة 31 في الدستور الأردني لما كفل حق التعليم للأردنيين بشكل عام، فإذن التعليم إلنا كلياتنا، فإحنا منعد طالب للمجتمع، طالب يتمتع بمهارات القرن 21، يتمتع بالإبداع والابتكار والتفكير الناقد. ما نستهين بقدراتهم، ما نستهين بطاقاتهم، بل ندعمهم ونكون إلنا إحنا إلهم يد داعمة ونثق باللي عم بيقدموا لنا إياه. اسمحوا لي بالجزء الأخير أحكي كلمة من زيارتي للمدرسة. هلا مزبوط إنه عدد طلاب المدرسة قليل مقارنة بمدارس ثانية، ومزبوط إنه كمان مساحة المدرسة صغيرة، لكن بهذا الصرح الأكاديمي المميز وبين حيطانه في دفى وعفى ومحبة، وفي شغل ليل مع نهار لتكون بأحسن صورة. وهاي رسالة المدرسة من عامل 2003 لحد الآن. مثل ما حكت ست صباح بمقابلتها ببداية تأسيس المدرسة، كانوا عبارة عن 13 طالب واليوم وصلوا ل 275. كانوا 3 طلاب مكفوفين واليوم 28 طالب من مختلف الأعمار والصفوف، ومن طالب واحد ضعيف البصر لطالبين من ضعفاء البصر. وكمان الطلاب المكفوفين اللي كانوا بيوم من الأيام على مقاعد هاي المدرسة اليوم صاروا معلمين ومعلمات، وعددهم 8 معلمين. وفي شغلة كمان حلوة بالتدريس، إنهم بيستخدموا التكنولوجيا الحديثة مثل الشاشة الذكية بكل الصفوف، وللمكفوفين في الكمبيوتر الناطق والكمبيوتر الخاص للكفيف. مدرسة الأسقفية العربية هي المدرسة الوحيدة بإقليم الشمال كامل اللي فيها مكفوفين، وهي المدرسة الوحيدة كمان القادرة على عملية الدمج التعليمي، سواء بالمعارض اللي بيعملوها الطلاب أو النشاطات الصفية للكفيف وغيرها. ومتأكدة إنه الصورة والرسالة وصلتكم ومن مصدرها الصح. بتمنى نكون مع أولادنا اللي بيعانوا من أي إعاقة بجسدهم ونكون سند لإلهم. كل الاحترام والتقدير لإدارة المدرسة اللي بتتمثل بالست صباح زريقات، وأكيد القسيس سمير سعيد على التعاون، وأكيد لأهالي الطلاب اللي أعطونا موافقتهم إنه نصور أبنائهم، وأكيد أكيد ما بدي أنسى معلمين ومعلمات هالطلاب المبدعين. من إربد لقناة نورسات، نيفين حداد. حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بعنوان السلم المجتمعي وبناء جسور المحبة، والتي استضافت فيها الأستاذة رولا السمعين صحفية وكاتبة مختصة في شؤون الحوار والسلم المجتمعي. فإلى هناك. الإنسان دائما يسعى دوما إلى الأفضل، صحيح. وسعي الإنسان بحد ذاته هذا اجتهاد، لما بقول لك إنه واجهت جهاد الحسن حسن. فهو سعي الإنسان لدائما أنه يكون مجتهد وأنه يحقق المثالية المنشودة، وحدة كامل يعني صحيح. إحنا بحياتنا ووجودنا، لكن ننظر لبعض الشخصيات اللي بتكون ناجحة وبتطمح أيضا للوصول للمثالية، مثل حضرتك يعني أنت أستاذة جامعية صحفية، دخلتي بالإعلام من الإعلام الرسمي، كنت بالجوردن تايمز كاتبة، و أيضا تابعت تقاريرك وتابعت يعني كتاباتك، وإنسانة واقعية وتطمحي دائما إنه في المجتمع المثالي، المجتمع اللي يكون أو الحياة المثالية أو العالم الأفضل دائما نسعى.
إذا نتفرج على مفهوم المثاليات هي الأسس. نعم. هي الأسس الحياتية اللي الإنسان بيمشي عليها. وبعدين بنحكي إذا لم تطبق هذه الأسس هذا لا يعني بأن الخطأ فيهم. زي ما بنقول مثلا القوانين موجودة حتى تحكم وتنظم العلاقات المجتمعية وعلاقات الأفراد. إذا علاقات الأفراد فشلت هذا لا يعني القانون فاشل، بل يعني أنه هناك تحديات لازم على الأفراد أنه يتخلصوا منها يواجهوها حتى يقدروا يتمكنوا من أنه يستمروا. هلا بنحكي عن المثاليات. المثاليات هي ما يجمل الحياة، هي السبايسز اللي نعطيها إحنا للحياة. إذا حلو. إحنا بنطلع إذا نظرتنا مثلاً إحنا دائماً بنقول للطفل بنقول له لازم لما بتدرس فكر إنك تجيب أنت معدل 100%، لأنه إذا جبت أنت معدل إذا حطيت في بالك بجيب 50% معناته أنت رح تفشل، لأن أنت رح تكون مركن إنه أنا بس بدي 50 وأنجح. لكن إذا حطيت في بالك بدي أخذ الأعلى، إذا أجبت أنت بالـ80 بالـ90 بكون هذا علامة مقبولة، لأنه هذا الجهد اللي أنت بذلته لحتى توصل للرقم المثالي. أيوه. فالمثاليات هي ستاندرد، هي ما نطمح له أن نكون، ما يطمح الفرد لأن يصل إليه، ما يطمح المجتمع لأن يصل إليه، ما تطمح المؤسسات أن تكون مؤسسات مثالية. فهذه المثاليات هي ستاندرد عالية أو أسس عالية كل حدا بحطها لحاله، المؤسسة لحالها، المجتمع لذاته، حتى يقدر يستمر يوصل ويكون في عنده دافع أن يضله باستمرار يوصل للأحسن. رولا، لما منقول السلم المجتمعي وهلأ عنوان حلقتنا عن السلام والسلم المجتمعي، تعرفي لنا للمشاهد شو معنى السلم المجتمعي؟ السلم المجتمعي بيرتكز على مبدأ أنه الفرد، كل فرد فينا بحاجة إلى الآخر، كل فرد فينا لابد أن يرتكز على الآخر. ما في حدا بيقدر يعيش بمنعزل عن العالم كله بالمطلق، لأنه كلنا بحاجة لبعض من ناحية نفسية اجتماعية ثقافية سياسية الوجودية. نعم. فهي كمان تنبثق من فكرة الوجود الفردي. نحن كلنا بحاجة لبعضنا البعض، نرتكز على وينبع من الاحترام وتضبط القوانين، القانون العادل الشامل اللي بيكون قوي. هذا الوجود السلم المجتمعي مع هذا الوعي لهذا والإدراك لهذا المفهوم بالإضافة إلى القوانين العادلة هي اللي بالتالي دغري نحن نقدر نعرف بأن المجتمع بلا بد أن يزدهر، لأنه في سلم مجتمعي. إحنا بالمجتمعات بالعادة إحنا اللي بتروح بتيجي بتسافر بتعرفي إذا مثلا هذا المجتمع فيه سلم مجتمعي أو لا. إذا بدك تحسي، لأن السلم المجتمعي هو إشي محسوس وليس مجرد كلام، بدك تحسي إذا المجتمعات فيها سلم مجتمعي هي إذا بتعرفي إذا هاي المجتمعات تتطور. إذا بتغيبي وبترجع في كل فترة وفترة في تطور، وبالذات هلأ عم نحكي عن التطور التكنولوجي، إذن لابد إنه هذا المجتمع فيه سلم مجتمعي لأنه كل فترة وفترة عم بيزدهر وبتطور. هلأ عم نحكي سلم مجتمعي، هذا لا يعني إنه ما في تحديات، مرة تانية بنقول ما في عقبات، ما في صعوبات، بالعكس لأنه موجود لأنها عم تتطور لابد أن يكون في هاي الأمور، لكنها بتواجهها بالقانون وبتضامن الشعب وبحبتهم لبعضهم البعض وسندهم لبعضهم البعض. وهذا اللي بنحكي احنا عن الأردن، نحكي دائما انه وطننا هو مثال للاستقرار في منطقة ملتهبة. نعم. فالسبب لأنه تضامننا لبعضنا البعض، محبة الأردنيين لشعبهم لقيادتهم، وفي عندك قانون قوي ويعني قيادة هاشمية حكيمة، كل هاي المكونات الضرورية اللي حتى ونحن كبلد صغير هلا 100 سنة شوفي قديش تطورنا على مدى هذه 100 سنة ولا نزال مستمرين في التطور وبالذات مواكبين العصر التطور التكنولوجي. فمثلا لما منقول سلم مجتمعي علاقته مثلا بالتعليم، يعني كيف بدي احقق السلم المجتمعي في انه بمجال التعليم؟ يعني احنا بدنا هلا ندخل قطاعات قطاعات، لانه احنا كمجتمع يعني مقسم مجزأ، قسم تعليم، قسم اقتصاد، قسم طبي، صحيح. فبموضوع التعليم، وانا بدي اجيت على موضوع التعليم لانه هي ثقافه، صحيح. لما نحكي انه ثقافه السلام في مجتمعنا والسلم المجتمعي فهي نوع من الثقافه، والثقافه بناخذها نعم من التعليم، صحيح. من بيوتنا، مزبوط. من ديننا، مجتمعنا، صحيح. نعم. التعليم موضوع جدا مهم.
زي ما بنحكي التعليم هو اللي بينشئ شيبس، يعني بيشكل المستقبل للأطفال. هلا إذا إحنا حاطين كمجتمعات خارطة مستقبل لمجتمعاتنا طبعا، وكلنا بنحب إن مجتمعاتنا تزدهر، كلنا بنحب إن نعيش بسلام واطمئنان والوئام، بلا شك أول خطوة بنعملها متوجهة إلى التعليم. زي ما تفضلتي التعليم، ما عم بحكي أنا عن مجرد التلقين، أنا بآمن بالتلقين، بحس التلقين جدا مهم، بس ما يكون هو 100% في الحياة الدراسية. لأنه في يوم من الأيام الأشياء اللي إحنا كنا ناخدها محافظينها عن غيب وإحنا صغار أحيانا بتجي على عقلك، بتلاقيها ولا هي عم بتكرريها بتعديها، ما بتكون عارفة إنك حافظتيها. فالتلقين جدا مهم لأنه هي رياضة للعقل. فإحنا بنحكي عن التعليم كثقافة، نحكي عنه كغذاء للعقل، نحكي عنه كسلاح للمستقبل. فهو التعليم جدا مهم، البرامج التدريسية لازم تنحط، لازم تكون مدروسة بعناية. المدرسة والجامعة هي أول البيئة اللي بيطلع فيها الطفل، يعني من بيت لبيت، فلازم العناية تكون من ثلاث نواحي بالمدرسة. يعني بتتذكر إن إحنا يعني، وأظن هلا ما بعرف، الرياضة جدا مهمة كانت عندنا بالمدرسة، التربية الدينية جدا مهمة كانت عندنا بالمدرسة، وبالإضافة إلى العلم، العلم والمعرفة. بالإضافة إلى العلم عندك الثقافة. البيت لازم يكون في عنده، ما يركن على المدرسة بجزء. المدرسة بتلعب دور كتير مهم، بس أقول خلي 90-20% هي الثقافة اللي بياخدها، زي ما تفضلتي، بياخدها الطفل من بيته، من بيئته، من مجتمعه. فهذا كله اللي بيكون الطفل. عشان هيك إحنا لما مجرم، خلينا نقول، أو من بيتعدى على القانون، دغري بنقول نفسيته أو خلفيته، دغري ندرس الخلفية، ندرس النفسية طالع منها. فهذا إشي جدا مهم لبناء السلم المجتمعي. الإعلام بكل ما يبثه من سموم ومشاهد دامية ودمار يغتال فينا السلام الداخلي ويؤجج العنف والحقد والكراهية. نرى كل وسائل الإعلام وكل التقارير تنقل العنف، ولا نجد من يركز على مشهد أو مبادرة تنقل المعاني والقيم الإنسانية. ما دور الإعلام وما هي رسالته؟ يعني مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتسمم كل أفكار شبابنا وأطفالنا، ما دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز ثقافة السلام؟ ما دور الكنائس والجوامع في تعزيز دور المنابر لتكون منابر محبة وليس منابر تقليدية تقوم بمهمات يعني أحياناً لا تنقل أي قيم إنسانية في وتعزز أحيانا خطاب الكراهية في مواجهة يعني تنقل ما هو مؤلم وليس ما هو إيجابي. مدارسنا، يعني وأنت حكيتي عن أهمية التربية أخت رولا، هل لديها دستور أخلاقي يعزز القيم الإنسانية لتربية أجيال على مفاهيم الأخلاق والمحبة والسلام إلى جانب التعليم الأكاديمي؟ دكتورة، غابت عن حياتنا التربية على القيم، وأصبحت الجرائم حدث عادي لا يحرك فينا الرفض للظلم والحقد أو نبذ هذه الممارسات. ألعاب أطفالنا للأسف، يعني هناك لا يوجد رقابة على الألعاب اللي كلياتها قتل ودمار، فأصبح الطفل مدمن على خطاب يعني كل قيمنا اللي بنحاول كأسرة إن نزرعها فيه، هذه الألعاب كلياتها تنسفها. دكتورة، يعني أرضنا أرض فلسطين والأردن انطلقت منها رسالة السلام والمحبة، فكيف لهذه الأرض التي تفوح قداسة ورسل وأنبياء أن تمارس بحقها كل هذه البشاعة والكراهية؟ وقداسة البابا، يعني الرسائل يبثها جميلة، ولكن في ظل انعقاد هذا المؤتمر في الرياض اللي بيطالب بثقافة ووقف الحرب ونزع فتيلها، أن يكون للمؤسسات الدينية الدفاع عن السلام وعن أرض السلام. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس يشدد على أهمية أن نسعى دائماً كأخوة وأخوات إلى أن نجعل من حياتنا عطية للآخرين. الأردني يدين دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى كنيسة موقع الإيلونة في القدس المحتلة.
من بولندا، الكاردينال بيتسبالا يشدد على ضرورة أن تكون مدينة القدس صورة لحضور الله، وحال عودته للأردن يتوجه إلى بلدة سماكية. قمة عالمية لقادة ورموز الأديان من أجل المناخ، وكنيسة الأردن حاضرة هنا. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني nursajo.org. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.